فكرة أصلاً عند دكتور زينب رئيسة مجلس إدارة الجمعية، فبدأت الفكرة إن إحنا طيب إحنا عاوزين نعمل إشهار لجمعية خيرية. عملنا الجمعية الخيرية من 11 سنة، وبدأنا نعمل بقى حضانة ونجذب بالأطفال أهليهم. يعني الأطفال كانت النواة اللي إحنا أخذنا بيها بقية الأسرة. الأهالي في الأول ما كانوش متقبليننا طبعاً، إيه مجموعة سيدات جايين يعملوا لنا إيه هنا يعني، وعارفة يعني حتة يعني انتوا جايين تساعدونا، هو احنا ناقصين، احنا محتاجين مساعدتكم. بناخد الاطفال هنا من سن 3 سنين، بيقعدوا عندنا 3 سنين و4 سنين و5 سنين. الناس طبعا كانوا فاكرينها انها حضانة عادية، ان انا هاخد الطفل عندي هقعده لحد ما مامته تيجي تاخده، مش اكتر من كده. في نظام صارم لازم بيطبق الصبح ساحه دخول الولاد، لازم يبقى الولد مظهره نظيف، اللبس بتاعه نظيف، ضوافره، شعره. انا مش بعمل ده تعسفي، مش عشان الطفل يبقى ارجع الطفل وخلاص، لا، عشان يتعلم النظام وعشان يتعلم انه يحافظ على مواعيده. stand up sit down يلا ورينا المشوات بقى. هاندس اب هاندس داون كيب كوايت. وات از ذس؟ وات از ذس اب؟ سبيل A W B L E. بياخدوا عربي وبياخدوا قران وبياخدوا انجلش وبياخدوا عربي، بياخدوا ماس، بياخدوا برضه عربي وانجليزي. عندنا منهج منصوري، منهج مش موجود في كل الحضانات، منهج بنعلم من خلال اللعب. يعني عندنا مثلا ألعاب بنستفيد بيها في الحياة العملية بتاعتنا، وفي نفس الوقت بنعلمها للطفل من خلال اللعب. يعني بنحكمه، بنعلمه يمسك، بنعلمه يربط، بس في نفس الوقت بنفيده في حياته العملية والعلمية. الناس هنا جواها حتة عايزة تبقى كويسة. لما يجيني أب يقول أنا عايز ابني أحسن مني، بلطجي، هو ده بلطجي وجاي يقول لي كده، جاي يقول لي أنا عايز ابني ما يطلعش زيي، يبقى ده انسان عايز يبقى كويس ولا لا؟ يبقى اخد ابنه حتى لو ابنه ده ملوش مكان عندي، هوجد له مكان. نفسي الناس تصدق ان في حاجه اسمها رساله انسانيه، مش بس انا بدفع فلوس لحاله محتاجه. احنا حابين، احنا جايين هنا واحنا حابين ان احنا نقدم حاجه. واعتقد ان مصر كلها مش هتنجح غير بالمجتمع المدني. انا نفسي اطلع ايه؟ نفسي اطلع ابله، نفسي اطلع ممرضه. انا بحب الحضانه عشان هي بتعلمني وعاوزاني اخش الكليه وابقى دكتوره وضباط وابقى ام.